أما الآن التلبيس العظيم الطامة الكبرى أن بعض الناس يعتقد أن اليهود والنصارى إذا كانوا مؤمنين بالله ولم يكونوا ظالمين للمسلمين أنهم قد يكون من الناجين يوم القيامة، وهذا من أعظم الأشياء المناقضة لأصل الدين. الله جل وعلا قال أن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، سواء كان ظالم غير ظالم، العلة هي كفره ليس هو ظلمه، لأن المسلم إذا ظلم لا يكفر، هو مسلم لا يكفر، فالكافر العلة بين العداوة بينه وبين الكفر ليست هي ظلمهم، هي كفرهم وعدم إيمانهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقول الله إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالله يقول لا يجدون وليا ولا نصيرا، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، إلا قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا يختلف أهل الإسلام، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن اليهود والنصارى هم أهل الجحيم، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام مهما كانوا عليه، مهما كان حتى لو وحدوا الله، مع أن الآن ما في اليهود والنصارى عامته وثنيون مشركون، يقول إن الله ثالث ثلاثة، واليهود يقول إن الله عزيز بن الله، هذا شرك، حتى هذا لو آمن بمحمد لصار مرتدا حتى يتبرى من هذه العقيدة الوثنية، فكيف هو على شركه وعلى وثنيته؟ بل تصور هذا دين عيسى وهذا دين موسى، حكام عاد الله، دين عيسى ودين موسى ما في وثنية ولا في شرك، توحيد خالص، توحيد خالص. هؤلاء خارجون على شريعة موسى وخارجون على شريعة عيسى وغير مؤمنين لا بهذا ولا بهذا، لأن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله ما في شرك ولا في وثنية. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم.